بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ان شاء الله هنشوف فيه كده يعني زي ملخص سريع لللينير بلوك كودز، وهنحل عليه مسألة نحاول نغطي فيها كل حاجة. ملاحظة بس، الفيديو ده ما يغنيش عن المذاكرة، زي ما قلت هو ممكن ملخص سريع كده ونحل فيه مسألة بس عشان نعرف ازاي بنعرف نحل. طيب، ايه هي فكرة اللينير بلوك كودز؟ فكرة اللينير بلوك كودز ان انا بيبقى عندي ستريم اوف بيتس بالمنظر ده كده، عاوز ابدأ اعمل له انكودينج. فهبدأ أعمل فيه إيه؟ المفروض إن أنا ببدأ أقسم الـ stream of bits ده كده لبلوكس، وببدأ أعمل encoding لبلوك بلوك منهم. طيب الـ stream of bits ده بقسمه بلوكس، هقسمه بلوكس قد إيه؟ بقسمه بلوكس of k bits، يعني أنا كل يعني هاخد الـ stream بتاعي هقسمه لمجموعة من k bits، كل k bit هبدأ أعمل لهم encoding لوحدهم. طيب بعد ما أعمل لهم encoding الـ k bits دولت هيتحولوا بالمنظر ده كده الى stream of bits، بس هيبقى بالمنظر ده. كل k bits هعمل لهم encoding هيبقوا عبارة عن n bits، فدايما لو جيت اشوف الريت بتاعي الريت هلاقي ان هو عبارة عن k over n. طبعا k ده بيكون اصغر من n، فهنا في ال linear block codes يعني في ال channel coding عموما انا ببدأ اضيف redundancy bits عندي عشان تساعدني في عملية ال error detection and correction. طيب الموضوع ده بيتعمل ازاي بقى؟ ده كده في كذا طريقة. الطريقة اللي احنا هنشوفها اللي هي السيستماتيك لينير بلوك كودز، هي عبارة عن ان انا بيبقى عندي الكود وورد بتاعي، والكود وورد ده اللي هو السيكونس بعد ما اتعمل له انكودينج بيبقى بيساوي المسج اللي هو الانبوت سيكونس اللي انا عاوز اعمل له انكودينج مضروب في جنريتور ماتريكس. يبقى انا مهتم ان انا اشوف ايه هي الجنريتور ماتريكس بتاعتي، اخد السيكونس اوف بيتس اللي انا عاوز اعمل له انكودنج اضربه فيها هيطلع لي سيكونس معمول له انكودنج خلاص. طيب هنبدا بقى نشوف مساله دلوقتي، وفي خلال المساله ديت هنبدا ان احنا كل شويه كده نفتكر قانون وهكذا. المساله بتاعتي بتقول لي ايه؟ بتقول جيفن عندي الجنريتور ماتريكس جي بالمنظر ده كده، اللي هي عباره عن 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1. ومطلوب في المسألة ديت كده ان انا اعمل له انكودنج، ومطلوب شوية حاجات كمان. طيب بداية اول ما يديني جنريتور ماتريكس فانا بحتاج اتشيك على الماتريكس ديت انها تكون على صورة معينة. ايه الصورة بتاعت الجنريتور ماتريكس دي عشان تبقى على السيستماتيك فورم؟ الصورة الجنرال بتاعتها ان هي تبقى عبارة عن ماتريكس فيها ايدنتيتي ماتريكس جنبها في باريتي تشيك ماتريكس. طيب الباريتي تشيك ماتريكس ديت شكلها بيختلف من الماتريكس الثانيه، فديت ملناش دعوه بيها. انا ببقى مهتم ان انا تشيك ان انا الاقي عندي في ايدنتيتي هنا الاول. ممكن نلاقي في كتب الناس بتحط الباريتي الاول بعد كده الايدنتيتي، فده تمام عادي مش مشكله، بس احنا شغالين ان انا بيبقى عندي الايدنتيتي الاول. فوانس ان هو اداني الجنريتور ماتريكس بالمنظر ده انا محتاج اروح اتشيك ان انا عندي فيها ايدنتيتي وجنبها باريتي تشيك. طيب هبدا احدد الايدنتيتي مكانها فين ازاي؟ انا عارف ان هي في الاول، بس من الاول لحد فين بالظبط؟ هشوف عدد الروز اللي موجوده عندي في الجنريتور ماتريكس ديت. انا عندي هنا في 3 روز، فبالتالي الايدنتيتي ماتريكس بتاعتي ديت هتبقى عباره عن ماتريكس 3 في 3. 3 في 3 دي على حاله المساله ديت. ممكن لو انا عندي في مساله ثانيه الجنريتور ماتريكس كان فيها 4 روز يبقى الايدنتيتي هتبقى 4 في 4. طيب يبقى انا هاخد اول 3 في 3، يبقى هي ديت الايدنتيتي ماتريكس بتاعتي، ده مكانها المفروض اتشيك ان هي المفروض على الصوره ديت. لو بصيت على دولت كده على 3 في 3 دول هلاقي ان هما مش على الصوره بتاعت الايدنتيتي ماتريكس. طيب محتاج بقى ان انا ابدا اظبط فيه شكلها شويه عشان خاطر اوصلها للصوره ديت. هظبط في شكلها ازاي؟ هلاحظ ان انا عشان تبقى ايدنتيتي محتاج الاليمنت ده كده الاقيه يبقى واحد، والاليمنت ده يبقى واحد، وده يبقى زيرو، وده يبقى زيرو. طيب ده انا ممكن اعمله ازاي؟ هلاقي ان انا لو بدلت الكولوم ده جبته هنا والكولوم ده جبته هنا هوصل للصوره ان هي تبقى ايدنتيتي. فده اللي احنا هنعمله، ان انا هبدل بس ايه الكولومز ديت، هبدل الكولوم الاول والتالت، ولما بدل الكولوم الاول والتالت هلاقي ان انا وصلت لشكل الايدنتيتي، فهيبقى عندي هنا 1 0 0 وهنا 0 0 1. بالمنظر ده كده انا بقى عندي ايدنتيتي ماتريكس جنبها باريتي تشيك ماتريكس. دي كده الايدنتيتي ودي الباريتي. الباريتي شكلها بيتغير من الماتريكس الثانيه، فدي احنا ملناش علاقه بيها. طيب وانس ان انا وصلت ان انا بقيت على السيستماتيك فورم، وقتها دلوقتي انا جاهز ان انا يجي لي اي سيكونس اوف بيتس اللي هو ام ده امسكه واضربه في الجنريتور ماتريكس ديت هيطلع لي السيكونس ده الكود وورد بتاعه، يعني هو معمول له انكودنج خلاص. طيب في المساله ديت هو طالب مني ان انا اتشيك انه
الكودينج ده هو عبارة عن هامينج كود. طيب عشان اتشيك ان هو هامينج كود فانا محتاج اجيب 3 حاجات. اول حاجة اللي هو الكي، اللي هو انا كل كام انبوت بيت هعمل لهم انكودينج، ومحتاج اجيب الان اللي هم الكي بيتس دولت بعد ما اعمل لهم انكودينج هيبقى عبارة عن كام بيت. هجيب الكي والان من فين؟ الكي هي عبارة عن عدد الروز في الجنريتور ماتريكس، ولو بصيت كده هلاقي هنا في 3 روز فتبقى هي دي الكي. الان هي عبارة عن عدد الكولوم في الجنريتور ماتريكس، فدولت هم 6 كولومز فالان هنا هتبقى ب6. ونحتاج نجيب حاجة كمان اسمها ام، اللي هي بتبقى عبارة عن ان ماينس كي، اللي هي عبارة عن 6 ناقص 3 هتبقى ب3. طيب عشان اقول على الكود ده ان هو هامين كود لازم يتحقق عندي شرطين. الشرط الاول انه الكي تبقى بتساوي 2 باور ام ماينس ام ماينس 1. طيب لو جيت اتشيك على الكلام ده كده هقول 2 باور ام يعني 2 باور 3 ماينس 3 ماينس 1، 2 باور 3 اللي هي ب8 ماينس 3 ماينس 1، يبقى الكي المفروض عندي تطلع بتساوي 4. الكي هنا عندي مش ما بتساويش 4، عندي هنا في الحاله بتاعتي الكي بتساوي 3، فكده انا اتاكدت ان الكود ده مش هامينج كود. بس تعالوا نشوف برضو الشرط الثاني، لانه ممكن في مره نلاقي الشرط بتاع الكي اتحقق. الشرط الثاني اللي هو بتاع الان، انه الان تبقى بتساوي 2 باور كي ماينس 1، يعني الان المفروض تبقى عباره عن 2 باور 3 ماينس 1، اللي هو عباره عن في الحاله دي تبقى المفروض الكي تبقى الان تبقى ب7. هنا ال n مش ب7، فبالتالي الكلام ده يعني الكود ده كده مش هام. معلش انا اسف، دي ال n تساوي 2 باور m ماينس 1 مش 2 باور k ماينس 1. طيب يبقى الكود بتاعي ده كده خلاص هو مش هامينج كود. طيب بعد كده هو طالب مني ان انا اجيب له ال h، وطالب مني اجيب له h ترانسبوز، طالب مني كذا حاجه. طيب ال h هنجيبها ازاي؟ ال h بتيجي من الجنريتور ماتريكس. انا كان عندي الجنريتور ماتريكس كانت عباره عن ايدنتيتي وبعد كده جنبها باريتي تشيك ماتريكس، منها اقدر اجيب الاتش، انه الاتش هي عباره عن ان انا هجيب الباريتي تشيك ديت اجيبها في الاول هنا واجيب لها الترانسبوز بتاعها وبعد كده هحط جنبها ايدنتيتي. طيب فلو انا جيت اجيب الاتش يبقى انا محتاج اشوف البي الباريتي تشيك بتاعتي اللي هي دي كده، اجيب لها الترانسبوز بتاعها وبعد كده احط جنبها ايدنتيتي. فلو جينا نعمل الكلام ده هلاقي انه الاتش عندي هتطلع بالمنظر ده كده، هتبقى عبارة عن 1 1 0 وبعد كده 0 1 1 1 0 1. ده كده انا جبت الترانسبوز بتاع ال p، دي كده p ترانسبوز، وبعد كده هحط جنبها بقى identity هتبقى 1 0 0 0 1 0 0 0 1 كده، دي ال h. طيب وبعد كده بروح اجيب حاجة اسمها h ترانسبوز، ال h ترانسبوز بتاعتي هتظهر بالمنظر ده كده، عبارة عن 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1. طيب احنا ليه بنجيب ال H وال H transpose؟ لان احنا هنستخدمهم كمان شوية في كذا حاجة. بعد كده هو طالب مني ان انا احدد له ال minimum hamming distance. عشان احدد له ال minimum hamming distance لازم يكون موجود عندي ال H. فهحدد ال minimum hamming distance ازاي؟ عن طريق ان انا بشوف ال rows بتاعة ال H كلها واشوف كل row فيهم في كام 1، والمينيمم هامينج ديستنس هي عبارة عن أقل رو في كام 1. يعني لو جينا نبص هنا كده هلاقي إن الرو الأولاني ده فيه 1 2 3، فيه 3 ones. الرو التاني ده لو بصينا عليه هنلاقي فيه 3 ones، والرو الأخير هنلاقي برضه فيه 3 ones. يبقى في الحالة ديت ال دي مينيمم بتاعتي اللي هي المينيمم هامينج ديستنس في الحالة ديت بتساوي 3. ممكن في مسائل تانية نلاقي مش شرط نلاقي كل الروز فيهم 3، يعني ممكن نلاقي رو فيه 3 رو فيه 4 رو فيه 5، فأنا بشوف أقل رو فيهم في كام 1. بعد كده طالب مني ان انا اكتب له التابل بتاع الكود ووردز. احنا قلنا ان الكود ووردز دي هتيجي ازاي؟ الكود ووردز هتيجي عن طريق ان انا همسك المسج بيتس اضربها في الجنريتور ماتريكس هيطلع لي الكود ووردز. طيب المسج بيتس احنا عارفين ان هم المفروض انا بعمل انكودنج لكل 3 بيتس مع بعض، فهنبدا نعمل تابل بالمنظر ده كده. هنحط فيه هنا كده الام اللي هي المسج بيتس، هنحط هنا فيه السي اللي هو الكود وورد المناظر لكل مسج بيت. انا عندي كام possibility للمسج بيتس؟ بما ان هي 3 بيتس فانا عندي 2 باور 3، يبقى انا عندي من اول 0 0 0 لحد 1 1 1، يبقى عندي هنا 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 واخيرا 1 1 1. طيب لو انا عاوز اجيب الكود وورد المناظر لكل مسج من دول فانا همسكها امسك المسج ديت هضربها في الجنريتور ماتريكس هيطلع لي الكود وورد المناظر ليها. طيب فدي بقى المفروض عملية سهلة انها تتعمل، مش هنقعد نضيع فيها وقت.
طب هو ده كده شكل الكود وورز. بعد ما بنجيب الكود وورز دلوقتي، احنا عاوزين نتشيك ان الكود وورز بتاعتنا صح كلها. ففي عندنا تشيك كده ممكن نعمله، او عندنا في كونديشن اصلا لازم يتحقق، انه بقول انه سي اللي هي الكود وورد مضروب في اتش ترانسبوز، لازم الكلام ده يطلع بيساوي زيرو. لو خدت اي سي من دولت، اي كود وورد من دولت، ضربته في اتش ترانسبوز وطلع ما بيساويش زيرو، يبقى انا كده اكيد عندي مشكله. يا اما عندي بقى مشكله، عندي غلطه في الكود وورز، او كان عندي غلطه اصلا وانا بجيب الاتش ترانسبوز. لو جينا مثلا نتشيك على الكلام ده، لو خدنا مثلا اي كود وورد من دولت، وليكن مثلا الكود وورد ده كده، فجبنا الكود وورد ده هنا اللي هو 001101، وجينا نضربه في الاتش ترانسبوز بتاعتنا، هنلاقي ان الاوتبوت هيبقى عباره عن هنا 0، بعدين 0 1 بلس 1 هيبقى 0، و0 0 فده هيبقى 0. لو برضو ضربنا في كل الثلاثه التو كولومز التانيين، هلاقي برضو ان هو يطلع لي كله زيروز. لو طلع اي حاجه غير كده، يبقى انا اكيد عندي مشكله، فارجع اشوف ايه الغلطه اللي كانت موجوده عندي. طيب احنا كده يعتبر خلصنا الانكودينج خلاص، عايزين بقى نبدا نشوف الديكودينج. الديكودينج بيتم عن طريق حاجه اسمها سيندروم ديكودينج. السيندروم ديكودينج اصلا عموما، يعني انا عندي الريسيفر، الريسيفت سيكونس عندي هيبقى عباره عن واحد من الكود وورد اللي انا بعتهم دولت، واتضاف عليه في التشانل، اتضاف عليه ايرور فيكتور. طيب ازاي بقى اقدر ان انا اديتكت الايرور فيكتور ده، اعرف هو شكله عامل ازاي؟ عشان خاطر لو عرفت شكل الايرور فيكتور ده، هقدر اعرف الكود وورد، ولو عرفت الكود وورد هقدر اعرف المسج اللي انا كنت باعتها اصلا. طيب فبنعمل ده عن طريق حاجه اسمها سيندروم ديكودنج، المفروض ان احنا عندنا فكره عنها. فالسيندروم ديكودنج ده بيقول لي ان انا السيندروم بتاعي هو عباره عن الار اللي هو الريسيت سيكونس اللي جالي مضروب في اتش ترانسبوز، اللي هو عباره عن الار هي عباره عن سي بلس اي في اتش ترانسبوز، اللي هي عباره عن سي اتش ترانسبوز بلس اي في اتش ترانسبوز، وسي اتش ترانسبوز ده احنا لسه قايلين ان هو بصفر اصلا. ففي الاخر بقدر اقول ان السيندروم عندي بيساوي الاي في الاتش ترانسبوز. المفروض برضو ان احنا عارفين ان انا عندي كام possible syndrome. عندي 2 power n minus k possible syndromes. يبقى في الحالة بتاعتنا ديت ال n ب6 وال k ب3، ففي الحالة بتاعتنا ديت احنا عندنا 8 possible syndromes. طيب عندي كام possible error vector؟ ال error vectors ال possible عندي ان هما 2 power n، 2 power 6 اللي هي عبارة عن 64. يبقى انا عندي 8 possible syndromes بيناظرهم 64 possible error vector. ده معناه ان انا عندي اكتر من ايرور فيكتور بيدوني بيمابل نفس السندروم. في الحاله بتاعتنا ديت انا عندي كل 8 ايرور فيكتورز بيدوني نفس السندروم. طيب هنبدا بقى نحل المساله بتاعتنا ازاي اصلا. مطلوب مننا ان احنا نعمل نكونستراكت السندروم لوك اب تيبل. السندروم لوك اب تيبل ده انا بحط فيه كل سندروم والايرورز المناظره ليه، وهنشوف دلوقتي يعني هنشوف كمان شويه ازاي بنقدر ان احنا نستخدم ده عشان خاطر نحل المساله بتاعتنا. طيب فهنيجي نعمل تيبل كده، هنحط فيه هنا السندرومز وهنحط فيه هنا كده الايرور فيكتورز. طيب لما يجي بقى يطلب مني السندروم لوك اب تيبل ده، هي دي اكتر حاجه بيبقى فيها مشكله. انا قدامي كذا طريقه، اسهل طريقه منهم ان انا اروح احط البوسيبل سندرومز كلهم. انا عندي 8 بوسيبل سندرومز، يبقى عندي من اول 000 لحد برضو 111 هيبقى المنظر ده. ده كده كل الـ possible syndromes، وابدا اشوف ايه الـ error vectors المناظره ليه. طيب احنا لسه قايلين ان كل syndrome بيبقى ممكن يقابله اكتر من error vector. احنا في اللوك اب تيبل ده بنحط الـ error vectors اللي ليهم المينيمم ويت، يعني اللي فيهم اقل عدد من الوانز. يعني السندروم ده كده، السندروم التاني ده كده، ممكن يبقى ليه، هو ليه 8 error vectors، ممكن يبقى فيه error vector فيهم في واحد 1 بت بس هي اللي بواحد، والباقي الايرور فيكتورز فيهم بقى 2 بيتس و 3 بيتس و 4 بيتس. فانا هنا هاجي في اللوك اب تيبل ده هحط بس الايرور فيكتور اللي ليه المينيموم ويت. طيب ده هنجيبه ازاي؟ احنا ممكن نعمل ده بكذا طريقه، عن طريق ان انا ممكن احط كل البوسيبل ايرورز اللي هم ال 64 بوسيبل ايرور، واخد كل ايرور فيهم اضربه في الاتش ترانسبوز، واشوف السندروم اللي هيطلع لي يبقى هو انهي، واروح احطه هنا. وبعد ما اخلص كل ال 64 اروح اشوف بقى لكل سندروم فيهم الثمانيه بتوعه انهي واحد فيهم هو اللي ليه مينيمم ويت واحطه. طبعا عشان اعمل الموضوع ده هاخد وقت كتير جدا، فالطريقه ديت ممكن تتعمل بس هتاخد وقت كتير جدا. طريقه تانية ممكن تتعمل هي ايه؟ من الايكويشن ديت كده انا عندي انه اس بتساوي الاي في اتش ترانسبوز، فممكن من هنا اقدر اقول انه الاس في اتش هتساوي اي. يعني لو ضربت في اتش من هنا من على الجنب هنا وهنا،
هيطلع لي اس في اتش بتساوي ايه. فهنا ده معناه ان انا لو خدت كل سندروم من دولت ضربته في الماتريكس اللي هي اتش هيطلع لي الايرور فيكتور. الطريقه دي صح، ولكن مشكله الطريقه ديت ان هي مش شرط انها تديني الايرور فيكتور اللي ليه المينيمم ويت. ممكن تديني الايرور فيكتور اللي ليه المينيمم ويت، ممكن ما تديهوليش، ما بقدرش اتحكم فيها. فبالتالي الطريقه ديت مش احسن حاجه. اسهل طريقه ممكن تتعمل هي عباره عن ايه، هي عباره عن ان انا اروح اكتب الاتش ترانسبوز بتاعتي قدامي بالمنظر ده كده. فلو جينا نكتب الاتش ترانسبوز اللي هي كانت عباره عن 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 بالمنظر ده كده، وهروح ابدا املأ اللوك اب تيبل بتاعي ازاي. السندروم اللي هو كله زيروز دايما الايرور فيكتور المناظر ليه بيبقى كله زيروز برضه، فالايرور فيكتور هنا يبقى عندي عباره عن 6 زيروز. طيب السندروم الثاني اللي هو عباره عن 001 هروح اعمل ايه؟ هروح اشوف من الروز بتاعه الاتش ترانسبوز هل انا عندي في رو عباره عن 001 ولا لا. يعني لو بصينا هنا كده هلاقي انه فعلا في الاتش ترانسبوز انا عندي هنا في رو هو عباره عن 001. طيب السندروم ده بيجي من فين؟ بيجي عن طريق ان انا بيبقى عندي هنا في ايرور فيكتور هضربه في الاتش ترانسبوز يديني السندروم اللي انا عاوزه. طيب ايه شكل الايرور فيكتور اللي انا لو ضربته هنا في الماتريكس ديت يديني الرو الاخير ده؟ هو عباره عن ايرور فيكتور يبقى كله صفار واخر بس بيت فيه هي لب 1. يعني هعمل ايه؟ هروح احط الايرور فيكتور بتاعي كله زيروز بالمنظر ده كده، تمام، 6 صفار، واروح اشوف الرو بتاعي اللي انا عاوزه اصلا هو رقمه كام. فهنا هلاقي ان هو الرو رقم 6، يبقى هاجي عند البيت رقم 6 واحط مكانها 1، يبقى هو ده الايرور فيكتور المناظر ل 001. طيب لو جيت اشوف 010 هلاقي ان هو مثلا الرو الخامس، فيبقى عباره عندي الايرور فيكتور بتاعه هو 00010 بالمنظر ده. 001 هلاقي ان هو عباره عن الرو الثاني، فيبقى عندي هنا 01 والباقي صفار بالمنظر ده كده. طيب فرضا ان انا جيت لسندروم معين وبصيت على الروز بتاعه الاتش ترانسبوز وما لقيتش الرو السندروم ده موجود، هعمل ايه؟ هبدا اكونستراكت اشوف انهي روز، انهي اتنين روز من الاتش ترانسبوز اللي انا اقدر اجمعهم على بعض فيدوني السندروم اللي انا عاوزه ده. كمثال مثلا السندروم اللي هو 3 ones ده، لو بصيت على كل الروز بتاعت الاتش ترانسبوز مش هلاقي عندي اي رو في 3 ones. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اشوف اتنين روز، اي اتنين روز من اتش ترانسبوز اجمعهم مع بعض يدوني ال 111. كمثال مثلا لو بصينا هنلاقي ان انا ممكن اخد مثلا الرو التاني ده، تمام، مع الرو الرابع اللي هو 011 وبعدين 100، لو جمعتهم على بعض هيدوني 111 بالمنظر ده كده. يبقى انا هعمل ايه؟ هروح للايرور فيكتور اقول ان الايرور فيكتور بتاع ال 111 هو عباره عن كله زيروز وبحط 1 مكان الروز اللي تديني شكل السندروم ده. يبقى هحط 0، انا هاخد الرو الثاني والرو الرابع، يبقى هيبقى عندي 1 0 1 0 0 بالمنظر ده كده. طيب احنا ليه بنعمل كده؟ يعني ليه ببدا الاول ان انا اشوف انه الرو ده يكون موجود، بعد كده لو ما لقيتوش ببدا اجيبه عن طريق ان انا اجمع تو روز مع بعض؟ عشان خاطر لو انا لقيت الرو ده موجود فانا هجيب ايرور فيكتور هيبقى فيه 1 بيت بس هي اللي بواحد، يعني المينيمم الويت بتاعها بواحد. لو ما لقيتش الكلام ده، يعني ما لقيتوش خالص، هبدا ان انا اجمع تو روز مع بعض. لما جمعت تو روز مع بعض لاحظت ان انا بقى عندي 2 بيتس بواحد. فلما بقوا 2 بيتس بواحد الويت هنا بقى باتنين. لو ما لقيتش 2 روز اقدر اجمعهم مع بعض يدوني السندروم ده، هبدا اشوف 3 روز مع بعض اجمعهم يدوني السندروم ده، فيبقى عندي ساعتها هيبقى عندي 3 بيتس بواحد، فيبقى الويت بتاعي بوقتها ب3. ليه بنعملها بالترتيب ده؟ عشان خاطر احنا قلنا ان احنا في اللوك اب تيبل ده بنحط الايرور فيكتورز اللي ليهم المينيمم ويت. فبالطريقه ديت انا بضمن ان انا دايما اللي هلاقيه هيبقى هو ده اللي ليه المينيمم ويت. نخلي بالنا بس من حاجه، ان انا ممكن الاقي تو ايرور فيكتورز ليهم نفس الويت. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا احنا عشان نجيب الايرور فيكتور بتاع ال 3 ones ده احنا خدنا الرو الثاني مع الرو الرابع، كان ممكن حد تاني ياخد الرو الاولاني ده كده مع الرو الاخير اللي هو السادس، كان برضه هيحصل على 111 والايرور فيكتور هيبقى فيه 2 بيتس بس هما اللي ب 1. ساعتها اخد انهي واحد فيهم؟ ناخد اي اتنين، اي واحد فيهم، ما عنديش اي مشاكل خالص. طيب هستفيد ازاي بقى من اللوك اب تيبل ده عشان خاطر ان انا اعمل ايرور كوركشن؟ هستفيد ان هو في السؤال ده مثلا هو مديني ريسيفد سيكونس بالمنظر ده كده، هو عباره عن 111001. دايما لما يجي لي ريسيفد سيكونس هروح اتشيك هل الريسيفد سيكونس ده هو واحد من الكود ووردز الموجودين عندي ولا لا. فهنرجع للكود وورد تيبل اللي احنا كنا عاملينه واتشيك هل انا عندي فيه 111001. لو بصيت كده في الكود ووردز كلهم مش هلاقي الفيكتور ده موجود، فده معناه ان انا كنت باعت كود وورد معين حصل لي فلتشان الايرور معين فوصل لي الريسيف سيكونس بالمنظر ده.
طيب انا عاوز اعرف بقى انهي ايرور هو اللي حصل لي، عشان اعرف انهي ايرور هو اللي حصل لي يبقى انا محتاج اشوف انهي سندروم عندي، واروح بعد كده اشوف السندروم ده ايه الايرور فيكتور المناظر ليه، ومنه هقدر ابدا احل المشكله بتاعتي. يبقى انا هعمل ايه؟ هروح اضرب الريسيفد سيكونس ده في اتش ترانسبوز، فهيديني السندروم بتاعي. طيب يبقى الريسيفد سيكونس بتاعي اللي هو عباره عن، هو عباره عن 1 1 1 0 0 1. طيب لما اضرب الكلام ده هيطلع لي في الاخر الاوتبوت هو عباره عن 1 في 1 ب 1 بلس 0 بلس 1 يبقى 1 بلس 1 يبقى 0، وبعد كده 0 0 0 فيطلع لي هنا في 0. لما اجي اضرب ده في الكولوم الثاني هيبقى عندي 1 بلس 1 يبقى 0 بلس 0 بلس 0 بلس 0 يبقى هنا في 0، ولما اضرب في الكولوم الثالث هيطلع لي هنا 1. يبقى ده كده السندروم بتاعي. هاخد السندروم ده واروح في اللوك اب تيبل اشوف السندروم بتاعي ده فين، هلاقي ان هو السندروم التاني ده. اروح اشوف الايرور فيكتور بتاعه، هو ده الايرور فيكتور بتاعه ان هو كله زيروز ما عدا البيت الاخيره هي اللي ب1. اعمل ايه بقى عشان خاطر اجيب الكود وورد؟ طالما انا معايا الريسيفت سيكونس ومعايا الايرور فيكتور اروح اجمعهم على بعض. يعني كده جيت هنا كده جمعت 0 0 0 0 0 1، في الاخر هلاقي ان انا هيطلع لي الاوتبوت بتاعي هو عباره عن 1 1 1 0 0 0. هل ده كده واحد من الكود ووردز الموجودين عندي؟ لو رجعنا كده للتيبل بتاع الكود ووردز هنلاقي انه فعلا ده كده هو الكود وورد الاخير ده. يبقى انا عرفت ان هو ده الكود وورد اللي انا كنت بعته. فمن هنا بنقدر نقول انه السي اللي هو الكود وورد اللي انا عاوزه هو بيساوي الريسيفت سيكونس بلس الايرور فيكتور. الريسيفت سيكونس ده بيبقى جيفن عندي في السؤال. الايرور فيكتور بجيبه ازاي؟ عن طريق ان انا باخد الريسيفت سيكونس اضربه في اتش ترانسبوز يطلع لي سندروم معين، اروح للوك اب تيبل اشوف السندروم ده واخد ايه الايرور فيكتور المناظر ليه، بيبقى هو ده الايرور فيكتور بتاعي. بس كده احنا كده خلصنا وشكرا.